القراءة زي ما احنا قلنا وحدة قياس بيقيسوا بيه الأرض وبيقيسوا بيه المال أو بيستخدموه في المال. بنقول مثلا معايا أرض مساحتها 5 قيراط 10 قيراط، معايا 5 قراريط من الذهب، يبقى إذن بيستخدموه كوحدة للقياس الذهب وقياس الأراضي الزراعية زي ما احنا قلنا في المفردات. طب كلمة القيراط دي الصحابة اللي كانوا قاعدين عارفين انها كلمة لا تذكر الا فين؟ في مصر. يبقى هم كده عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بطريق غير مباشر بيكلمهم عن ايه؟ عن مين؟ عن مدينة ايه؟ عن مصر. طب في خلال الشرح هنشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بانهم سيفتحون مصر. يبقى بيقول لهم انتوا هيجي عليكم زمن ما تخافوش، الزمن ده هينتشر فيه الاسلام حتى يصل الى مصر، ستمتلكون مصر. طب بيوصيهم بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يحسنوا معاملة أهل مصر. طب ليه؟ لأن المصريين لهم صلة قرابة بالعرب. طب إزاي؟ إيه صلة القرابة اللي بتجمعنا؟ بتجمع المصريين مع العرب؟ من جهتين. الجهة الأولانية السيدة هاجر. السيدة هاجر تزوجت من سيدنا مين؟ السيدة هاجر تزوجت من سيدنا إبراهيم وأنجبت سيدنا إسماعيل. يبقى إذن سيدة هاجر دي كانت إيه؟ مصرية، اتجوزت من سيدنا مين؟ إبراهيم العربي، وأنجبوا مين؟ سيدنا إسماعيل الذي جمع بين العرب والمصريين. طب كمان من جهة أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العرب تزوج ماريا القبطية المصرية وهي مصرية زي ما احنا قلنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متزوج منها وأنجب منها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن احنا عندنا صلة بالعرب من جهتين، الجهة الأولانية جهة سيدنا إبراهيم والجهة الثانية هي جهة سيدنا محمد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي ليه بمصر؟ لأن بيننا وبينهم، يبقى بين المصريين وبين العرب ايه؟ صلة قرابة وعهود وذمم. يبقى تاني أشرح بمنتهى السهولة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا بشارة ووصية وتعليل. السؤال ده مهم وبيجي في الامتحان وهنشوفه في الأسئلة دلوقتي. البشارة أنهم سيفتحون مصر ويتملكونها. الوصية أن يحسنوا معاملة أهلها. طب التعليل لأن لهم ذمة ورحم وصلة قرابة. تمام يا شباب. ننتقل للنقطة الثانية وهي مواطن الجمال. أما نيجي نبص كده على كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنجد ان الجمله دي جمله ايه؟ دعائيه، تفيد الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستفتحون ارضا. لو انا بصيت كده هلاقي ان انكم اسلوب مؤكد بان، بان اسلوب مؤكد بان، في ايه؟ بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه بفتح مصر، يذكر فيها القيراط. ده تعبير يدل على ايه؟ على تفرد مصر باستخدام هذا الميزان. طيب كلمة أرضا نكرة بتفيد الايه؟ التعظيم. استوصوا أسلوب أمر غرض وجوب، وفيه دلالة على حب النبي صلى الله عليه وسلم لمصر وأهلها. فإن لهم ذمة ورحمة، تعليل لما قبله، وفيه أسلوب مؤكد بإن. ذمة ورحمة، العطف هنا بيدل على تعدد حقوق المصريين التي يجب أن يراعيها المسلمون عند فتح مصر. زي ما احنا قلنا فاستوصوا بأهلها خيرا، وأرضا نكرة تفيد العموم والشمول هنا عندي، وأرضا زي ما احنا قلنا نكرة تفيد التعظيم. ننتقل إلى الأسئلة. الحديث سين رقم 1، الحديث لم يذكر اسم مصر لكنه أشار إليها، وضح ذلك. هجاوب أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مصر بقوله يذكر فيها القيراط. سين 2، في الحديث وصية وتعليل، ممكن نضيف كلمة كمان في الحديث بشارة ووصية وتعليل. ايه هي البشارة؟ البشارة انهم سيفتحون مصر. ايه هي الوصية؟ ان يحسنوا الى اهلها. ايه هو التعليل؟ فان لهم ذمة ورحمة.
سين ثلاثة في الحديث ما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الدلالة على كده؟ على النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبرهم بامر غيبي لم يحدث، تمام؟ لان الفتح تم في عهد سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب. يبقى هجاوب اقول ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بامر لم يحدث وانما سيحدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سين أربعة، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ذمة ورحمة؟ ها؟ زي ما احنا قلنا الذمة العهد والكفالة والأمان، الرحم لأن السيدة هاجر تزوجت من سيدنا إبراهيم وأنجبت سيدنا إسماعيل هو جد العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تزوج من ماريا القبطية. سين خمسة، بما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه؟ أوصى أن يحسنوا معاملة أهل مصر. ليه؟ ممكن يزود لي ولماذا؟ لأنهم أصحاب ذمة ورحم. السؤال الأخير، ما هو القيراط وما الأرض التي يذكر فيها؟ نقول القيراط هو وحدة قياس الأرض والجواهر الثمينة، والأرض التي يذكر فيها هي مصر. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.